صح. الطفل العنيد هو عنيد في كل حاجه، كل مش هاكل، ذاكر مش هذاكر، قوم العب مش هلعب، امسك الموبايل مش همسك الموبايل، لمجرد ان هو خلاص بقى عنيد، هو شايف ان انت عايزه تلعب، عايزه ان هو يلعب فمش هيلعب عشان انت عايزه بس. اكيد. انا هنشيل كل الكلام ده على جنب ونتكلم في المذاكره ازاي اتعامل معاه. بص يا فندم، اولا لازم نتفق ان الطفل العنيد ده مش مرض، ده اسلوب بيلجا اليه طفل هو شايف ان ده الصح بتاعه. الرؤيه بتاعته دي جايه بقى احنا صنعناها من غير ما ناخد بالنا. احنا احيانا زي ما المقدمه كده جمالك كانت بتتكلم، في ام على طول اوامر، هي مش عاطيه مساحه نفسها تقعد مع ابنها، ما تتكلمش معاه، ما بتسالوش انت كنت عملت ايه، حياتك ايه، عملت ايه في حياتك النهارده، مين ضايقك، مين لكن كله كل اشرب نام ذاكر قوم استحمى قوم اعمل كذا قوم، دي اوامر. في طفل ما بيتقبلهاش، هو ليه الحياه دي كلها اوامر؟ في طفل اول ما اقعد شوف ابن عمك بقى احسن منك، ابن خالتك احسن منك، صاحبك احسن منك، مقارنات. انا اسف، ما انت يعني قللت من قيمه ذاتي. في طفل انت قاعد تتكلم معاه وانت دايما تشخط او بتزعق، او الاب والام قاعدين يزعقوا مع بعض الاثنين، او لو قعد في بيت اسره حد صوته عالي، حد بيتلفظ بالفاظ غير مناسبه، حد بيتكلم بعنف، هو بيقلد. ما لازم نتفق، ده يخلق شخصيه عنيده ولا مهزوزه؟ لا، ما هو هنا في قله ثقه، وبالتالي هو بياخد العناد كاسلوب يعوض بيه قله الثقه اللي هو حاسس بيها. واحيانا اولياء الامور اصلا يا دكتور هم نفسهم بيعاندوا مع اولادهم، يعني احيانا ممكن يبقى الامر ما فيهوش اي شيء مضر خالص، ولا في اي شيء لا يضر بمصلحه، لا يضر بمصلحه الطفل، ولا هيبقى في اي عبء على الاهالي، بس هو مجرد العند، يعني انا قلت لك مش هتعمل كذا فهو انت مش هتعمل كذا، مع انه احيانا ممكن تعمل استثناءات لطفلك لو الموضوع مش مضر، بالعكس يعني بيبقى في حتى تفاهم بين الاسره وبين الطفل، يبقى حاسس ان هو ليه يعني زي ما بيقول كده سبيشال، او ان هو ليه استثناءات، او ان هو غالي عليهم، او احيانا الاهالي بتشد قوي وبينسوا الحتت البسيطه دي. بص يا استاذ كل، احنا ما اولا انا قلت لك هي جزئيه وراثيه، انا شفت فبقلد، او ان ده جين. احيانا الام نفسها بتنزل لطفلها لنفس المستوى، صحيح، يعني بدل ما ترفع من مستواها هي بتنزل له، لازم تشرب، طب مش شارب، والله لم تشرب، والشبشب الطاير يشتغل، والشتيمه اشتغلت، والارض اشتغل، طب ليه يا ستي؟ عشان يشرب، عشان يشرب، آه، عشان ياكل. طب ما تخلي فيه شويه مرونه في التعامل، ما تخلي فيه اختياريه، ادي له ثقه في نفسه، ادي له الثقه في الذات ان هو يختار، وده حق ليه. يعني النهارده طفل مراهق خلاص دخل على مرحله مراهقه، عايز استقلاليه، مش عايز اخرج معاكم، مش عايز اروح معاكم عند تيتا، انا عايز اروح اخرج مع اصحابي، انا عايز اعمل كذا، بتدي له ثقه في نفسه، حاضر، طالما لا يضر الطفل اديها له. النهارده تيجي الام، لا انت لازم تاكل سندوتش كذا، يا ست انا مش عايز اكل كذا، انا عايز أكل. لا، وقفاله على الاكله دي، طب ليه العناد ده؟ طب ما انت بتخليه عناد معاه، وهو هيصر وانت هتصري، نلقى صوت عالي وضرب يشتغل بدون اي داعي. والطفل دايما لكل ام، الضرب لو تم مره بعد كده مش هيكون عقاب، هيكون في تلذذ من الطفل بيه. ناخد بالنا، الطفل دايما خايف من اول مره يتضرب. اول مره دي خليه خايف على طول بقى، خليه خايف على طول، هو دماغه هتوديه الضربه دي هتوديه لفين، هتعمل فيه ايه، لكن جربها بقى مره خلاص فما بقتش عقاب، ما بقتش فرقه عنده، ما حصلش حاجه، اضرب بعد كده براحتك بقى، اعمل اللي انت عايزاه. هقول لبابا طب قلت لبابا، ما انت فقدت الاتصال معاه. صحيح. النهارده في طفل بيجي من المدرسه عايز يحكي كل حاجه، ده حصل يا مامي 1 2 3 4 5، يفاجئ بابا جاي له بعد المغرب كده بعد ما يشرب كوبايه الشاي وريح، انت يا ولد عملت في المدرسه كذا ليه؟ تمام، مش هحكي لك تاني، انت خلاص بقى انت بتحكي اللي انا مفروض سر بيني وبينك، خصوصا البنات، طب مش حكايه لك تاني، ادور بقى على صاحبتي اخد اديها السر بتاعي. حاجات صغيره بس الاهل ما بياخدوش بالهم منها.